السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير خبز ديال الدار ديال الحادقات بليد ماشي بالعجانة وبطريقة تقليدية تيجي رائع. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نحتاج الخميرة، الفورص، السكر، الملح والفينو اولا القمح الا كان توفر عندكم ديال الدار. غنحتاجوا زرعة الكتان، الزنجلان والنافع. من بعد ما تغسلوا وتصفوا منقينا البنات من الحجر مزيان ومغسولين في الماء ومصفين في الصفايه. هانتوما لاحظوا كيفاش يبانوا لكم كتلين ولكن حيت راهما تسقطروا من الماء في الصفايه. زرعة الكتان البنات تدوزوها في شويه الماء وتتحيدوا منها الحجر وهذا وتتحطوها في الصفايه تتسقط. بسم الله على بركه الله. غيبان لكم البنات هنايا في الفينو واحد الكتيلات ديال الدقيق مكتل. هنا البنات راه الاخت نجات من بعد ما غربلاتو كان الاناء فيه شويه الماء، هذا هو اللي خلى السبب اللي خلى داك الكتيلات تيبانو. تنزيفو كيلو لاروب ديال الفورص مع كيلو ديال الفينو. تتوضع تقريبا جوج معالق كبارين ديال الخميرة ديال الحبيبات يعني ديال الخبز وتضيف لها ثلاثة معالقات ديال السكر سنيدة وتتخلطهم بالماء دافي لأنه كاين البرد دابا باش يعاونها في الخميرة. تستعمل الماء دافي وتتخلط مزيان ديك الخميرة مع السكر سنيدة مع شوية الدقيق في الوسط ديال العجين وتضيف الملح فقط في الجوانب باش ما تهبط لهاش ديك التفاعل ديال الخميره. تجمع الدقيق بالماء دافي والطريقه تتوريكم كيفاش تجمعوا، يعني تجمع عادي كيف ما تخدموا البنات تبارك الله كلشي البنات حادقات. تجمعوا العجينه ديالكم وانتم تتجمعوا تضيفوا الماء بالتدريج على حساب العجينه ما تكونش مطلوقه بزاف وما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت تتبقى تجمع بالتدريج بشويه بشويه. مني تجمع العجين مزيان وضروري يكون شويه مرخوفه ما تكونش قاصحه وما تكونش مطلوقه بزاف، يعني دائما العجينه البنات تكون على حساب العبار ديال اليد ديالك. تضيف الماء وكاين نوعيه ديال الدقيق اللي تتشرب الماء كاين نوعيه اللي لا، والفينو ضروري ما تنخليه شويه مطلوق لانه تيبغي الماء. تجمع العجين يعني طريقه عاديه وتضيف الحبيبات اللي باغا المهم اللي تشهيتو البنات على حسب متوفر عندكم. هنا الاخت كان عندها زنجلان نافع وزرعه الكتان وواحد شويه ديال زرعه القرعه وزرعه نور عباد الشمس وهذا واحد التخليطه وديال شويه الشوفان غتخليهم حتى الاخر باش ديرهم في الدكريسه باش تكملوا معنا الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا في الاخر كيفاش غيطلع الخبز باذن الله. تتهدلك العجين بالطريقه التقليديه البنات اللي ولفنا مواتنا اننا نشوفوهم تيعجنوا بنفس الطريقه واللي تعلمناها من عندهم. تضيف الماء مره وتتعاود لك العجين هي طريقه سهله وتقليديه ولكن تيجي فيها الخبز رائع صراحه، احسن من انك تخدمي في العجانه او لا ديك الطريقه ديال اننا غير نجمعوه بالماء ونخليه يرتاح في كيس بلاستيكي وعاد باش نعاودو نرجعو نخويو منه البرد ونحطوه. ماشي هذه هي الطريقه الحقيقه لان تيكون خارج منه البرد بمره وتيكون مدلوك وتيكون داك شارفع. تتغطيه بسربيته وتتخليه يرتاح واحد تقريبا واحد 10 دقائق وغادا ترجع ليه بلا مرتاح وعطاها الطعم مازال في ديك مره الثانيه. قسمت العجين على جوج الاجزاء، حطات الجزء الاول في واحد البول وغطاتو وخدات الجزء الثاني بدات تدلك فيه دليك ديال الحادقات ديال بصح. عطاتها حقها في دليك من يعني غدلك لهاد العجين الاول والعجين الثاني وغادي تبدا تشكل فيهم على شكل كويرات
ولكن عطاتها حقها في دليك البنات المرة الأولى والمرة الثانية هذه من بعد ما ارتاحت العجين عودتها في البيض. من بعد ما ارتاحت العجين وخلاتها تركاتها واحد شوية حتى ارتاحت، من بعد تلك الثانية خلاتها ارتاحت واحد ربع ساعة تقريبا وبدأت تتشكل في الكويرات ديال الخبز اللي غادي يطلع غزال. وبكثرة ما تيعجبني الخبز عندها، هذا هو السبب اللي خلاني نشارك معكم هذا الفيديو وطريقة ديالتها ديال العجين. من بعد ما شكلات الكويرات تترش البلاطة اللي تدخل الفرن بواحد شوية الفينو وتتحط الكويرات يرتاحوا وتتبدأ تكرز بالشوية بشوية، يعني تتكمل العجينة ديالتها كاملة. بعد ما شكلت العجينة تقريبا كلها غتبدا تكرس فيها وغادي تبدا باللي ارتاحوا، يعني حتى فاش شكلتهم الكويرات غطاتهم بشويه بواحد السريبيته او لازيف وخلاتهم يرتاحوا بلا ما كملت التشكيله تاع النص العجين الاخر، وغادي ترجع للتكراس ديال الاولاني اللي ارتاح. حتى هذه الطاوة تتغطيها بواحد زويف وتخليها ترتاح. الطاوة الثالثة حتى هي كذلك وغادا تبدا تكراس. الطريقة تاع التكراس ديالها انها تتكرس الخبز وتتاخذ واحد الطاوة او لا واحد البول زليفة اللي تتوضع فيها شوية الماء وتتحط فيها ايديها عاد باش تتكمل التكراس. هذا السر من اسرار النجاح ديال هذا الخبيز، وباش في نفس الوقت تثبت ذوك الحبيبات تاع التزيين. طريقة واضحة في الصورة، نتمنى انها ان شاء الله تجربوا هذه الطريقة، تنال الاعجاب ديالكم وتتخلي هاد تتخلي هاد الخبيزات ولا هاد الخبيزات الصغارين انهم يخمروا على خاطرهم. بنفس الطريقة تتعاود تتكراس، نوضح لكم في الصوره كيفاش تتوضع يديها في اناء فيه الماء. انا بلاتي عاودي فوالا، تتعاود انها تحط يديها في الماء وتتعاود تهز دوك الحبيبات باليد اللي سارده وتتورك على الخبز باش تيتكرس، وفي نفس الوقت الحبيبات تيلصقوا في الخبز واخا تيطيب ما تيتقلعوش او لا تيتلاحوا، ما تنحتاجوش انهم ندهنوه بالزيت او لا بالبيض باش يثبت لينا من بعد ما سخن الفران على درجة 180 من التحت ومن الفوق والخبز خمر، تتك بالفورشيت او باي حاجة تدير واحد 3 تكات تقريبا في كل خبيزة وتترمي الخبز في الفرن. من بعد ما تيطيب الخبز من تحت تطلع اللاطة التحتانية للفوق وتدخل واحدة اخرى للفرن. الخبيزات ها هما واجدين، تنتمنى ان شاء الله باذن الله انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم بهذه الطريقة، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر قريب العاجل يا رب. الخبز ها هو يا تيتكال حرفيا البنات، ريحة ديالته زوينة، وها انتم كيفاش رطب وكيفاش تيبان مدلوب، تيحتاج شويه زويته بلديه وبالصحه والراحه.